قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدرسة تأوي نازحين في حي الرمال غرب مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد البعض وإصابة آخرين بجروح. في سياق متصل، أعلنت السلطات الصحية في غزة عن استشهاد 10 فلسطينيين في هجمات متفرقة لقوات الاحتلال داخل قطاع غزة، كما استشهد 6 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي لمنزل بمخيم لبريج وسط قطاع غزة، فيما استشهد 4 مدنيين إثر قصف قوات الاحتلال لسيارة مدنية شمال مدينة رفح الفلسطينية.